أنا ماما دايك أفرح. بسم الله، اليوم رح أعمل فطاير سبانخ بعجينة قطنية هشة بتاخد العقل، رح تعجبكم، جربوها ولا تنسوا الاشتراك بقناتي لتشوفوا كل شي جديد. وبداية رح أعمل المحسن الطبيعي. عندي معلقتين طحين كبار، كاسة إلا ربع مي، بدوب كل هالخليط مع بعض، بس يدوب الطحين على الآخر بدخله على الميكروويف دقيقة أو 50 ثانية. أو بعد ما طلعته من الميكروويف هلأ بحركه بسرعة بهذا الشكل، وهيك صار المحسن عندي جاهز. بتركه لغاية ما يبرد تماما، بعدين رح أضيفه للعجينة ببداية العجن. هذا التكنيك تكنيك ياباني، بنضاف للعجينة لحتى تطلع العجينة جدا طرية وخفيفة. خميرة، سكر، مي دايخة، هيك ببعض. هلأ منحرك الخميرة مع السكر والمي لغاية ما يتضاعف حجمها. ما أنا بحركه كله، أنا عندي سيف جوري، طحين، سكر، حليب بودرة، ملح، كم كويس. بعد ما الخميرة جهزت راح أضيفها للطحين، راح أضيف المي الدافية وبضيف المحسن اللي عملته. نعجن، هي ماما بتساعدني تعجن. نص مرحلة العجين بضيف زيت الزيتون، وبتقدروا تستبدلوا زيت الزيتون بالزيت النباتي، وبكمل عجن لغاية ما أحصل على عجينة ناعمة مخملية. دائما العجينة اللي فيها المحسن لازم تكون بتلزق، فما تقلقوا لما تلزق بإيدكم، رشوا إيدكم بس رشة طحين بسيطة جدا أو شوية زيت، هيك ما رح تلزق معكم. لا تقعدوا تزيدوا بالطحين كميات كبيرة وبعدين بالآخر تطلع معكم النتيجة أبدا مو كويسة، فبتزيد عنا كمية طحين، فلا تقلقوا منها لما تكون تلزق بإيديكم. بتركها تخمر على الأقل ساعة على ساعة ونص. حطوا هالمعلومة ببالكم، دائما العجين اللي فيها المحسن هذا الطبيعي اللي عملناه بالأول بتاخد وقت أطول للتخمير، يعني بدها وقت أطول. عندي بصل مقطع، شوية زيت زيتون، بقلب البصل لغاية ما يتغير لونها. بعد ما قلبت البصل وصارت بهاللون بضيف اللحم المفرومة، لحم عجل، بقلب اللحمة مع البصل، فلفل أسود، ملح، سماء، بضيفهم سماء وملح. تقدروا لو بتحبوا تحطوا شطة مجروشة حسب ذوقكم أو فلفل حار. هلأ بترك اللحمة تبرد. هلأ العجينة صارت خمرانة، العجينة تخمرت غير شكل، وبقطع العجينة حسب حجم الفطاير عندي. حطوا العجينة بين إيديكم بهذا الشكل بكل سهولة، اضغطوا عليها بتطلع عندكم الكرة جاهزة. برجع بغطيهم بتركهم كمان 10 دقايق يرتاحوا. السبانخ غسلته كتير كويس ونشفته من المي، رح أفرمه. ما فرمت السبانخ رح أرش عليه رشة ملح ورح أفركه بهاي الطريقة، السبانخ مع الملح لحتى أتخلص من المي الزايدة. أنا عادة بحب أعمله على النار لحتى ما أخسر فوائد السبانخ، بقلبه على نار عالية جدا، بس اليوم لأني حاطة لحمة فرح أعمله بهاي الطريقة، رح أتخلص من المي الزايدة، وطبعا المي كمان اللي رح تطلع من السبانخ أبدا ما رح أرميها، رح أستغلها بوصفة تانية. بعد ما طلعت المي بهذا الشكل رح اخذ السبانخ وعصره من المي بهاي الطريقة، هيك تماما ما بخلي فيه ولا نقطة. هلأ اللحمة عندي بردت تماما، رح اضيف لها السبانخ. هلأ رح اخلط السبانخ مع اللحمة، وبهاي المرحلة بتعادلوا الملح، بتشوفوا لو بدها ملح كمان بتضيفوا لها. وهلأ الحشوة جاهزة لحتى احشي فيها الفطاير. برجيكم بديل للكريمة والبيض لتلميع المعجنات، حطيت معلقتين كبار قشطة اللي هي الجيمر، ومعلقتين كبار حليب سائل. للي بتحسسوا من ريحة البيض بأي مكون هذا بديل ممتاز لكم. باخد قطعة بحطها بهذا الشكل، بفرد العجينة بشكل دائري، باخد السبانخ واللحمة وبسكرها. بتقدروا تشكلوها حسب أي شكل انتو بتفضلوا بهذه الطريقة. وهلأ بحطها بصينية الفرن مدهونة شوية زيت ورشة طحين. وأنا رح أعمل شكل تاني غير الشكل التقليدي، باخد الحشوة بحطها هيك، بسكر أطرافها وبلفها بشكل أسطواني. هذا شكل تاني، تقدروا تعملوا الشكل اللي بدكم إياه لحتى تبسطوا الصغار بالأشكال. ورح أعمل كمان هذا الشكل، رح أفرد العجينة بإيدي أحشيها بحشوة السبانخ، بسكرها على شكل مدور بهذا الشكل، اللي بحطها بقالب الكب كيك حينبسطوا الصغار كتير فيها. هلأ بتركهم على الأقل 20 دقيقة بعد التشكيل لحتى يتضاعف حجمهم. بعد ما ارتاحت العجينة بدهنها بخليط التلميع وبدخلها مباشرة على الفرن.
على فرن حامي 180 درجة. أول ما تتحمر من تحت على طول بحمرها تحت الشواية. بدهنهم بخليط التلميع بكل لطافة بهذا الشكل. رشة سمسم للتزيين. بدخلهم على فرن حامي درجة حرارة 180 تقريبا، بس ياخذ ربع ساعة 20 دقيقة بعدين رح أحمرهم. فطاير السبانخ بعدة أشكال صارت جاهزة. إن شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم. رح أفرجيكم الطراوة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله.